صباح الخير يا نهاوند، وبصبح عليك يا كريم، وبصبح كمان على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل يا نهاوند، أنا موجودة داخل مقر يعني موقع القاهرة 24. هيكون معانا جولة صحفية جديدة في أبرز العناوين الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين، ولكن البداية طبعا مع النجم يعني كريستيانو رونالدو اللي دايما بيبهرنا بأرقامه القياسية في داخل الساحرة المستديرة. فالبداية من موقع القاهرة 24، كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا في الدوري الإيطالي. شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يعني في فوز فريقه أمس الأحد يوفنتوس طبعا الإيطالي في المباراة التي أقيمت أمام نظيره ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والتي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية معقل يوفنتوس في إطار منافسات الجولة ال17 من الدوري الإيطالي. أحرز كريستيانو الهدف الثالث في الدقيقة 91، وبهذا الهدف زي طبعا ما قال موقع القاهرة 24 بيضيف رونالدو إنجاز رائع آخر لمسيرته الكروية والذاتية كمان داخل الساحرة المستديرة، واللي وصفها الموقع طبعا بسيرة متألقة. وبتسجيله هذا الهدف أصبح اللاعب الوحيد اللي سجل 15 هدف في الدوري للمواسم ال15 على التوالي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. حقق رونالدو رقمين مزدوجين لأول مرة مع مانشستر يونايتد في موسم 2006 و2007، وسجل 17 هدف في 34 مباراة. وكان أفضل موسم لكريستيانو رونالدو زي ما قال موقع القاهرة 24 طبعا كان عام 2014-2015 مع ريال مدريد، لأنه سجل بصراحة رقم قياسي وهو 48 هدف في 35 مباراة في الدوري الإسباني. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول الدوري حتى الأسبوع ال14. بتنتظر اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة الأمنية حتى يتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري حتى الأسبوع ال14، لأنه كان في وقت سابق بعد الحصول على الموافقة الأمنية كان تم الإعلان ولكن عن مسابقات أو مباريات الدوري حتى الأسبوع السابع فقط. كمان بتنتظر اللجنة هذه الموافقة الأمنية لإبلاغ أو لإختار الأندية بمواعيد المباريات. كمان أضاف من موقع اليوم السابع أن وافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام في شهر يوليو المقبل بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 تحديدا في شهر يوليو زي ما قلنا. كمان ده جاء بناء على طلب الأندية اللي اعترضت على إقامة المباريات أو مباريات الدوري العام في نفس التوقيت اللي هتقام في الأولمبياد، ما يعني ان هم هيفقدوا الأندية اللي لعبيها الدوليين خلال هذه الفترة. من موقع في الجول، رسميا إقامة مونديال اليد دون حضور إعلامي. قررت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم لكرة اليد واللي بتقام في مصر طبعا في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري عن عدم حضور إعلامي رسميا وعدم حضور الصحفيين. وأضاف كمان الموقع الرسمي للبطولة أنه يعني الحضور الإعلامي فقط اللي مسموح به هي اللجنة العالمية المكلفة بتغطية هذه البطولة دون حضور صحفيين المسجلين خارج الفقاعة الكاملة في صلاتها الأربعة. برر البيان اللي جاء في الموقع الرسمي للبطولة انه تماشيا مع قرار اللجنة العليا المنظمة منع الحضور الجماهيري طبعا خلال فترة البطولة، وكذلك تماشيا مع مطالب الاتحاد الدولي لكرة اليد. من موقع الوطن، مطار القاهرة بيستقبل منتخب الأرجنتين للمشاركة بمونديال اليد. استقبل مطار القاهرة فجر اليوم الاثنين بعثة منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة طبعا كرة اليد كأس العالم، واللي هتقام زي ما قلنا في الخبر الماضي في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري داخل مصر. كمان جاءت البعثة وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا،
قال التقرير انه ضمت بعثة المنتخب 26 لاعب وفني واداري، وكمان اكدوا قد ايه مطار القاهرة او القائمين على سلطات الحجر الصحي داخل مطار القاهرة استقبلوا هذه البعثة يعني تحت اجراءات احترازية مشددة تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وكمان خدوا كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الضيوف. كمان على مدار اليوم هيوصل 5 منتخبات لكرة اليد من دول المختلفة للمشاركة بالبطولة، أبرزهم أيسلندا والبرتغال ومنتخب الكونغو الديمقراطية. من موقع الإمارات اليوم، ليفاندوفسكي أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020. توج روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020. جاء فوزه طبعا بالجائزة بعد مسيرة مذهلة ليه في 2020، حيث نال جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وفي الموسم الماضي كمان نال صاحب ال 32 عام لقب هداف البونز ليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود بايرن ميونخ لحصد الثلاثية قبل الفوز بلقب كأس السوبر الألماني وكمان كأس السوبر الأوروبي. واخيرا قبل يعني نهايه جولتنا الصحفيه النهارده، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري بيراميدز ووادي دجله في تمام الساعه 5 مساء، وفي الدوري الاسباني التشي وختافي في تمام الساعه 8 مساء، كمان واسكا وريال بيتيس في تمام الساعه 10 مساء، وطبعا المباراه المرتقبه ما بين الرجاء والاسماعيلي في تمام الساعه 8 مساء، والتي تاتي ضمن اياب دور نصف النهائي ببطوله كاس الملك محمد السادس الأندية العربية للأبطال البطولة العربية في لقاء يقام بدون حضور جماهيري طبعا ده نظرا لتفشي فيروس كورونا. دي كانت أبرز العناوين الصحفية الموجودة أو الصادرة النهاردة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر القاهرة 24.